قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ورد في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذه المفاهيم ومفاهيم أخرى سنتعرف عليها في سياق هذه الحلقة، ابقوا معنا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا. صحتكم إن شاء الله، مرحبا عزيزي، الله يحفظكم، تقبل الله زيارتكم، تقبل الله أعمالكم وأعمالكم، الله يسلمكم إن شاء الله في هذا الشهر الشريف، الله يسلمك، تقبل أعمالكم إن شاء الله. شيخنا، كنت أقرأ دعاء الافتتاح قبل قليل، الله يسلمكم. خطر في بالي بعض الأسئلة دونتني هنا، أنا حبيت أسألكم. أي نعم، من دعاء الافتتاح. نعم، هنيئا لك، الله يحفظكم إن شاء الله. شيخنا، لاحظت بالدعاء ترد عبارة: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. ما خصوصية هذه الدولة التي يتطلع إليها المؤمنون؟ هل هي أي دولة تحترم حقوق المسلم، أم إن هنالك دولة بعينها يقصدها النص في هذا الدعاء؟ أحسن، جزاك الله خير. في الحقيقة السؤال يدل على إيمانك وذكائك، أن الإنسان لما يقرأ الدعاء يتأمل في فقرات الدعاء، والألطف من هذا أن تباشر بالسؤال تجي وتسأل. هذه الدولة هي آخر الدول التي وعدها الله عز وجل للمؤمنون، التي ينتظرها المؤمنون، دولة مؤسسها الإمام صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف، دولة لا تكون مبنية على المحافظة أو على العرقية، دولة هي تفصل نفس الدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة أساسها الكرم والجود والعطاء. وتكون هذه الدولة في العراق، مركزها مسجد الكوفة، مؤسس هذه الدولة الإمام صاحب العصر والزمان. وفي الروايات إنه هذه الدولة، دولة الإمام صاحب العصر والزمان، ينعم بها كافة البشر بالأمن والأمان والسعادة، ويكون مركز هذه الدولة هو مسجد الكوفة المعظم. يعني دولة عالمية، دولة عالمية إسلامية لكل الكرة الأرضية. في بعض الروايات في بحار الأنوار تكون هذه الدولة وحكومة هذه الدولة بيد الإمام صاحب العصر والزمان، بالرواية مضمونها: كما بيد أحدكم جوزة كيف يقلبها كيف يشاء. فتكون دولة، مواصفات هذه الدولة المنافق فيها مكروه مذموم. اللهم إنا نرغب لك في دولة تعز بها الإسلام، الإسلام عزيز، المسلمين عزيزين، وتذل بها النفاق، لا يوجد فيها نفاق، يقضي الإمام على النفاق وعلى الكذب. كيف سيقضي؟ بالسيف أم بالعدل أم بالقانون بالنظام؟ الإمام يأتي بنظام غير هذا النظام المعهود الآن، المراوغة في الكلام، يطبق العدل الإلهي. الإمام يحكم بكل ما أعطي من قوة من قبل الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذه الآية المباركة اللي مكتوبة بهذا المكان الشريف. فهذه الدولة دولة يرتقبها كل المؤمنين، ينعم الناس في الأمان والاستقرار. ونسأل الله عز وجل أن نكون في تلك الدولة العظيمة. شيخنا، يعني هذا السؤال يعني حين إلى سؤال آخر أيضا دونته في أثناء قراءتي للدعاء. يقول: وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك.
يعني في تلك الدولة يرجو المؤمن أن يكون من القادة في تلك الدولة، يكون قائدا للخير والصلاح، لكن هذا تكليفها في تلك الدولة. لكن في هذا الزمان ما قبل ظهور هذه الدولة، ما هو تكليف المؤمن؟ ما هو تكليف المسلم؟ هل واجب المسلم أن يكتفي بالدعاء، أن يعيش حياته طبيعية وكأنما شيء لم يكن، أم هو يمهد ويعمل؟ ما دور المسلم قبل هذه الدولة؟ قبل هذه الدولة هنالك دور مهم للإنسان المؤمن، وهو الانتظار. من أعظم العبادات انتظار الفرج، والانتظار يأتي بمحورين. المحور الأول هو الالتزام بالواجبات بما أمر الرب تبارك وتعالى من دعاء الصيام وصلاة وقراءة قرآن وأدعية وما شاكل ذلك، الالتزام بالواجبات والانتهاء عن جميع المحرمات. ثم يدعو للإمام، تكليفه أن يدعو للإمام، أن يعتقد بهذا الإمام، أن يتصدق عن الإمام. لا بأس في هذا الشهر المبارك أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب ختمة القرآن للإمام صاحب العصر والزمان، يكون من الممهدين للإمام صاحب العصر والزمان، يكون ممهد بأخلاقه، يكون قائد من القادة الدعاة. أنت تدعو إلى الحق، الآن هذا سؤالك، الآن هذه فكرتك، الآن تقرأ الدعاء وتتأمل بالدعاء، أو الذين يقرؤون القرآن يتأملون بالقرآن. الآن كم من الناس يختمون القرآن الكريم، بعضهم يتسابق أو بعضهم همه نهاية الصورة، لا، لابد أن يتوقف عند كل كلمة، عند كل حرف، عند كل آية. فتكليف الإنسان المؤمن في عصر الظهور والغيبة الكبرى، أولاً الاعتقاد بالإمام، الدعاء للإمام، أن يلتزم بالواجبات، أن ينتهي عن جميع المحرمات، فبهذه يكون هو من الدعاة. كونوا لنا دعاة صامتين، كيف بالأخلاق؟ منكم الجدة والاجتهاد والورع. وفي الروايات وددت لو أن الصياط على رؤوس شباب الشيعة لكي يتفقهوا، تفقه في الدين، تعلم المسائل الشرعية. الآن بعض المؤمنين في البيوت في زمن هذا المرض أعاذنا الله وإياكم، ممكن الإنسان الآن يتابع برنامج ديني، أن يتابع برنامج فقهي، أو يسمع عبر المذياع، فهذا يكون تمام. من الدعاة إلى شيخنا الإمام. لو يعني ما أحب أطول على جنابكم وقطعكم خلوتكم وانقطاعكم بالدعاء، ننتقل إلى سؤال الثالث. لو سألنا أنه ورد مفهوم حقيقة أنا حسيته غريب بعض الشيء في الدعاء، يقول اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه. أحسن. يعني الدعاء يطرح فكرة مهمة، وهي أن بعض الناس يعرف الحق لكنه لا يتحمله، لا يتحمل هذا الحق ولا يطيقه أو لا يستطيع البلوغ هذا الحق. لماذا الإنسان عندما يعرف الحق لا يستطيع الوصول إليه؟ هل هنالك مقدمات قدمها بحيث لا يستطيع؟ شنو السبب برأيك؟ أحسنت. القرآن الكريم يقول وأكثرهم للحق كارهون. معرفة الحق ممكنة، ولكن تطبيق الحق صعب. ممكن الإنسان يقرأ كتاب فيعرف الحق، أو يقرأ مجلة، أو يسمع محاضرة، أو يشوف برنامج يعرف الحق، ولكن هل هذا الحق يطبق على نفسه؟ معرفة الحق هو رسم الخريطة إلى الوصول إلى دولة الإمام صاحب العصر والزمان. فنطلب من الله معرفة الحق. اعرف الحق تعرف أهله. علي مع الحق والحق مع علي. الحق ليس بالشيء السهل تطبيقه، ولكن معرفته ممكنة. كم من الناس الآن يظنون أنهم على حق ويبنون أفكار على أنهم على حق، ولكنهم على باطل في النهاية. فمعرفة الحق تتمحور بهذا المحور، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، أن نتحمله. وفي بعض أدعية الإمام صاحب العصر والزمان، واجعلنا من الراضين بفعله والمسارعين إلى إرادته والممتثلين لأوامره. يعني تبين أكو ناس ما يمتثلون لأوامر أو ما يقبل على أفعال الإمام، لربما على المستوى النظري ربما هو يؤمن، لكن تطبيقا من الصعب. فيطلب من الله، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا. شيخنا ليش وصلوا لهذه الدرجة؟ يعني الإنسان اليوم المؤمن هل إنه قدم مقدمات خلته ما يتحمل الحق؟ الحق هي المقدمات، ليس في الشخص نفسه. أكل لقمة الحرام والعياذ بالله، أكل لقمة الحرام هاي تمنع على نظرة الحرام، دانق من الحرام، من الربا والعياذ بالله، إلى أعمال الموبقات، موبقات الإنسان، لربما هذه ما تخلي حاجز بينه. كم من الناس الآن يعتقد أن الخمر حرام، ولكن إيش قد اللي يحتسون والعياذ بالله.
أو كم من الناس مدخنين يعتقد أنه كم من الناس الآن يعتقد أن الكذب حرام، هو يعرف أن الصدق حق لكن لا ولكن لا يطبق هذا، لا يتحمل هذا. فلذلك الإمام يدعو هذا الدعاء، طبعا هو دعاء الافتتاح، ورد عن نائب الإمام صاحب العصر والزمان النائب الثالث النائب محمد. ثم الإمام وصانا أن ندعو بمدرسة كاملة متكاملة، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، هو من الفقرات. نعم شيخنا، لو انتقلنا إلى السؤال الثالث أو الرابع الأخير اللي يعني أثار بعض الأفكار في داخلي، يستعرض الدعاء يقول: اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا. ما بركات معقولة هذه البركات كلها ستتوفر بوجود الإمام؟ ما يعني ما قيمة أن يكون الإمام أو المعصوم بين الناس؟ ما هذا، هل هنالك كل هذه الخيرات ستكون موجودة في زمن ظهور الإمام عجل الله؟ هو الآن نحن نتنعم ببركة وجود الإمام، لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، لولا الحجة، ولكن هذه الحجة الناس مع غيابه، مع غيابه الناس تنتفع في غيبة الإمام صاحب العصر والزمان. الإنسان ينتفع بغيبة الإمام، الإمام هو حاضر ليس في السماء، حاضر في الأرض. الإمام هو يسمع كلامنا ونحن لا نسمع كلامه، الإمام يرانا ونحن لا نراه، الإمام يريد من عندنا أفعال ليس فقط أقوال. يعني الإنسان إذا استيقظ على صلاة الصبح، صلاة الصبح هي من أروع الصلوات اللي القرآن الكريم يعبر عنها أن قرآن الفجر كان مشهودا، أنه أنت إذا قعدت صليت صلاة الصبح وتأملت الآن الإمام جاي يصلي جماعة بأصحابه، أو إذا تناولت الإفطار الآن الإمام قاعد يفطر، تفكر بالإمام، تشيل هم الإمام. إذن البركات في حال ظهوره كيف ستخرج بركات هذه الأرض؟ تخرج بركاتها بإذن الله عز وجل، حتى لا تكون هنالك قيمة اعتبارية للأموال. قرأت في بعض الروايات أن الإمام صاحب العصر والزمان يسأل من أمامه من الكرة الأرضية من بحاجة إلى مال، فيقوم شخص فيقول أنا، فيأتي إلى خادم الإمام يحث له المال، ينطيه حث يقول له شيء، يقول فيحملها، بعدين يقول أنا أجشع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أقبحني، فيرجع بهذا الإمام. الإمام يقول إنا لا نرجع ما أعطينا، ثم يذهب يفتر بي على بيوت المسلمين أن يخذوه من عندي ما حد يأخذ. يعني البركات والخيرات ستظهر وجود الإمام، وجود الإمام والدعاء للإمام والاعتقاد بالإمام والتثقيف إلى دولة الإمام صاحب العصر والزمان. ما نعرف مثلا عن علامات الظهور، علامات الحتمية، ثم هنالك أناس يدعون. شيخنا ربما يعني هسه ممكن ننتقل إلى هذه المرحلة، المدعين كيف لنا أن نفرق بين المدعي وبين العلامات الحتمية التي تمهد؟ الادعاء كثير، نعم. كثير من الناس والآن موجود في بعض الدول وفي بعض المناطق. زين، كيف ننجو؟ يدعون بأنهم أنهم عندهم علاقة مع الإمام، ولكن نحن نتبع المراجع، نتبع العلماء. إذن التزام المرجعية. نعم في الاختصاص. التزام المرجعية. المرجعية هي صمام الأمان، المرجع هو وكيل الإمام، هو نائب الإمام، هو الذي أعرف بشؤون الأمة، وخصوصا من هذه الناحية، الناحية الدينية، يعني الاختصاص. الآن إذا سيارتك تعطل وين توديها؟ روح بالاختصاص. الاختصاص ما توديها للخباز، توديها للمصلح. نعم. في الأمور الدينية نرجع إلى علماء الدين. الله أنا أشكركم شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. خدمة من وقتكم. لا خدمتكم. ربما وقت دعاء. أسأل الله أن يوفقك.